السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية. نبدأ معاكم حل محافظة الشرقية اللي امتحنوا النهاردة. سلامنا لأهالي الشرقية، وامتحان جميل ما شاء الله، يعني في تكات بسيطة بس حلو معقول. حالة الموصل، المصطلح العلمي حالة الموصل الكهربي، خلاص التي تبين طبعا دي الجهد الكهربي. الجهد الكهربي حاجة اللي مش مستاهلة كلام كتير ولا شرح. انا بقول الكلام ده عشان الناس لسه ما امتحنتش. يتركب كيميائيا من حمض نووي دي ان ايه وبروتين الكروموسوم. كروموسوم النسبه بين الشغل المبذول وكميه الكهربيه، يعني شين غين على كميه كهربيه يعني فرق الجهد. فرق الجهد، معلش الورقه كان مكتوب فيها الكلام ده عشان ما تقولوش المستر كاتب دي ليه. الاجابه هتبقى فرق الجهد مباشره. نكمل. النسبة بين الشغل المبذول بقسم الشغل على كمية الكهربية عشان نعرف احنا بنجاوب ازاي. يبقى فرق الجهد. خلاص. الفرد الذي يحمل زوجين او زوج متباين، كلمة متباين يعني مختلف، من الجينات لصفة ما، هو عبارة عن ايه؟ الفرد الهجين. الفرد الهجين، خلاص مش النقي، لان كلمة متباين يعني مختلف. ركزوا في الاجابات دي. صوب ما تحته خط، طبعا صاحب الورقة حللها صح، هيبقى FeL2 دي صح. يبقى دي هشطب عليها طبعا، بقول صوب ما تحته خط، يبقى الإجابة هنا اهوت هتبقى FeCl2. الغدة الدرقية تفرز هرمون الكالسيوتونين الذي ينظم نمو الأعضاء التناسلية للإنسان. لأ طبعا، الذي ينظم الكالسيوم في الدم. كالسيوم في الدم، امتحان حلو. التفاعل قدام الصوديوم زائد ميه بيدينا هيدروكسيد صوديوم زائد غاز الهيدروجين. ده طبعا غاز الهيدروجين. غاز الهيدروجين. هرمون الادرينالين طبعا غلط، هرمون البروجستيرون. البروجستيرون، تمام. المساله عندنا بيقول لي احسب فرق الجهد، يبقى انا عيني على فرق الجهد. خلاص ادي اول تكه، تمام. بين طرفي موصل شدة التيار المر به 5 أمبير في زمن قدره 10 ثواني إذا كان الشغل كام؟ 200. فكرة المسألة كالآتي مع بعض كده واحدة واحدة معايا، نفكر مع بعض. يلا، هو طالب فرق الجهد. طب فرق الجهد أساسا بيساوي إيه؟ شغل على كمية الكهربية. ركزوا كده في الكلام. هو طالب فرق الجهد، علامة استفهام أهي، الشغل عطاهال، يبقى أنا عاوز كمية الكهربية. كمية الكهربية مصر هتيجي من قانون تاني، كمية الكهربية على الزمن بالثواني، يعني كمية الكهربية ممكن اجيبها حالا ت في زين، تمام. طب شدة التيار كام؟ 5. الزمن كام؟ 10 ثواني، مفيش دقايق. 5 في 10 بكام؟ ب50 ثانية. طب نرجع للقانون الاصلي بقى فاهو، الشغل كام؟ 200. الشغل 200 على 50 اللي هي كمية الكهربية اللي انا جبتها، كنسل زيرو مع زيرو، يبقى الوقت 20 على 5 فهل 4 فولت. يبقى دي إجابة المسألة اللي عندنا وحلوة وفيها فكرة. اختر إجابة الصحيحة. يتصاعد غاز الأكسجين من مركب، شيء طبيعي، أي من المركبات ده متكرر في معظم المحافظات الوقت. يبقى تصاعد غاز الهيدروجين من أكسيد الزئبق عند انحلاله بالحرارة. تدفق الشحنات الكهربية في سلك معدني يمثل التيار الكهربي. اوعى حد يغلط ويقول شد التيار، لان جاي لي في محافظة تانية، محافظة دمياط، نفس السؤال في دائرة مغلقة، هي التيار الكهربي. معدل تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع برادة الحديد اسرع منه مع قطعة الحديد، والعامل المؤثر على التفاعل هو. يا ترى العامل المؤثر هو ايه؟ طبيعة المتفاعلات ولا تركيز المتفاعلات؟ تركيز لا، درجة الحرارة لا، العامل الحفاز لا، يبقى طبيعة الايه المتفاعلات انها في صورة برادة مسحوق. خلاص، برادة يعني مسحوق. اذا زادت كمية الشحنة الكهربية المرة في سلك الى الضعف، ركزوا في السؤال ده لانه متكرر كتير، وقل زمنها، يبقى كمية الشحنة الكهربية زادت للضعف وقل زمن سريانها الى النصف، فان شدة التيار، نفكر في دي مع بعض، فكر مع بعض كده. سؤال رقم 4، اذا زادت كمية الشحنة الكهربية المرة في سلك، يبقى انا عندي كمية الكهربية،
ما شحنة الكمية الكهربية خلاص على الزمن بيديني يا جماعة شدة التيار. مسألة زي ديت عشان ما اروحش بعيد، لو افترضنا ان شدة التيار 10 امبير وكمية الكهربية 20 والزمن 2، هو انت بتفبرك حاجة يعني يا مستر؟ ده فروض من عندي. افترضت ان كمية الكهربية كام؟ 20، وان الزمن 2 ثانية، يبقى الناتج بتاع شدة التيار كام؟ 10. يبقى كده كلام جميل. طب انت عايز تقول ايه يا مستر؟ تعال بقى نشوف الاستاذ بيقول ايه. اذا زادت كمية الشحنة الكهربية المرة في سلك الى الضعف، يعني ل20 بقت 40، وقل زمن سريانها الى النصف، يعني الزمن انا كنت فرضه 2 بقى 1، يبقى الناتج النهائي بقى كام؟ 40. ما علاقة الـ40 بالـ10؟ زادت 4 أمثالها. ضع علامة صح وعلامة غلط. التعادل هو تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح ومية. كلام صح، ده التعادل. نمرة 2، اختار مندل 10 صفات، هما 7، يبقى دي غلط. تفاعل الألعاب النارية سريع، بينما تفاعل صدأ الحديد يحتاج لملايين السنين. الأولانية صح والتانية غلط، ركزوا في الإجابات. عند تزاوج ذكر تركيبه الوراثي بي كابيتال بسمول وأنثى تركيبها الوراثي بي سمول بسمول. كويس، الطالب أو الطالبة صاحبة الورقة كاتبين الرموز صح، بسمول بسمول وبي كابيتال بسمول. فإن التركيب الوراثي بي كابيتال بي كابيتال يحتمل ظهوره في أبنائهما بنسبة 25%. طبعا دي لا تعتمد إلا إذا عملناها مع بعض. نصيحة ومش عيب، بكابيتال بسمول مع بسمول بسمول، مش عيب إني بعملها في ثانية أهو، في ثانية إن شاء الله أهي، سيبوا كده الثواني بالظبط أهو. دي المذكر مش شرط بقى، لأنه مش طالب مني مسألة أهو. تعالوا بقى الجدول، أنا يهمني الجدول، الجدول اللي إحنا بنعمله ده. خلاص يلا بينا أهو، هنا بي كابيتال بي سمول وهنا بي سمول بي سمول. بصوا الناتج بقى، انا عايزين نشوف نسبة اللي هو بيسأل عليه. بي سمول بي سمول، الناس اللي مذاكرة ومتابعة معانا طبعا عارفين انا بعمل ايه الوقت. نسبة البي سمول بي سمول نسبتها 50%. طيب هنا البي كابيتال بي سمول اللي هو بيسأل عليها، هو بيسأل فإن نسبة عند تزاوج ذكر تركيبه بي كابيتال بي سمول مع أنثى تركيبها بي سمول بي سمول. إيه كده تمام، نراجع عليها تكة بسرعة كده كده. تمام، فإن تركيب الوراثي بي كابيتال بي كابيتال، طبعا مفيش بي كابيتال بي كابيتال، يحتمل في أبنائهما 25%. غلط، لأن المفروض 0. وضح بالرسم فقط توصيل الفولتاميتر في الدائرة الكهربية لقياس فرق الجهد بين طرفي موصل مرة بالقوة الدفع الكهربية. وضح بالرسم فقط توصيل الفولتاميتر في الدائرة الكهربية لقياس فرق الجهد بين طرفي موصل او طرفي مصباح شرطة القوة الدفع الكهربية. طبعا ديت في ناس اختلفوا فيها، بس خلينا برضو نصنا كده ونصنا كده زي ما نقول. يا اما ارسم دايرتين، ودي الاصح بالمناسبة. ليه؟ لان دايرة هسيبها مفتوحة، يبقى في الحالة ديت ايه عندي اهو اميتر، مش هتاخد مني دقيقة. سيبكوا بقى من الريوستات، مش عاوز الريوستات، خلاص دايرة عادية خالص اهي. عايزين نرسم الريوستات، مش هتفرق معانا اهو، ادي دايرة قوم اللي احنا عارفينها، عشان برضو في ناس يعني مش عايز اقول التكات اللي في دماغتهم اهي. يبقى دي مفتوحة، يبقى انا هقيس مين؟ قوة دفعة كهربية. نفس الدايرة بس هقفل المفتاح. لما سيادتك او سيادتك تقفل المفتاح خلاص الكلام ده مهم اهو. هنا الاميتر لازم يكون توالي، هنا المقاومة الثابتة، هنا ايه الفولتاميتر لن يتغير موضعه، بس هنا هيقيس مين؟ فرق الجهد. لا يا مستر، لان الدايرة مغلقة، اعملها شرطة كده واكتب عليها ايه؟ مغلقة. السؤال ده حلو. طيب طالب او طالبة رسمت دايرة اوم، اي واحدة من الاتنين دول، وقالت حينما يكون الدايرة مفتوحة نقيس قوة دفع كهربية، وحينما تكون الدايرة مغلقة نقيس فرق ايه؟ الجهد. تمشي؟ طبعا تمشي، بس نطلب من السادة المصححين يفهموا الغرض من هذا الكلام. لكن هو الأصح نرسم دايرتين، وبقولها علنا على اليوتيوب.
طيب دي اول سؤالين. نيجي للسؤال الثالث، اكمل العبارات. التيار الناتج من الخلايا الكهروكيميائية تيار مستمر. كلام جميل. عندما تقل كمية اليود بالطعام يقل إفراز هرمون السيروكسين. تمام، السيروكسين يجب ألا يزيد مقدار ما يتعرض له العاملون عن 20 ملي صفرة. العاملين غير الأفراد. تفرز الغدة النخامية ما يعرف باسم هرمون النمو. تمام، النمو خلاص أتقل عليه. بس عند إضافة خراطة النحاس إلى حمض الهيدروكلوريك المخفف يتكون، لا يحدث تفاعل. النحاس أقل منين؟ من هيدروجين الحمض في متسلسلة النشاط. عامل الصفة الوراثية يكون متشابهين في الفرد. مصرين على السؤال ده وبنلخبط الطلبة على الفاضي. حينما يكونوا متشابهين هيكون نقي والمتنحي معا، لان النقي يعني ار كابيتال ار كابيتال، سواء صفه سائده او متنحيه. الصفه المتنحيه ليس لها الا صفه العاملين زي بعض، ار سمول ار سمول او تي سمول تي سمول. العامل المؤكسد هو ماده تعطي اكسجين او تنزع اكسجين. طبعا تعطي اكسجين، العامل المؤكسد الماده التي تعطي اكسجين. طبقا للقانون الثاني لمندل، صفه كل زوج من الصفات المتبادله مستقلة وتظهر في الجيل الثاني بنسبة 3:1، اللي هي 12:4 بنختصر 3:1. كيف يمكنك الحصول على فلز النحاس؟ السؤال ده قلناه أكتر من محافظة بالمناسبة، يعني عشان نكون في الصورة. عايز نحصل على النحاس من كبريتات النحاس بطريقتين مختلفتين وكتابة المعادلات الكيميائية موزونة مما درست. طبعا صاحب الكراسة او صاحب الورقة ديت، معلش نكتبهم من هنا بالراحة كده. اول طريقة خرصين او مغنيسيوم زائد CuSO4. نستغل الكلام يا جماعة، وهنقول نوع التفاعل ايه كمان. الخرصين انشط من النحاس، هيطرده نحاس الطرد اهو، ما هو ده اللي انا عاوزه اهو. خلاص زائد ايه؟ زائد NSO4. نفهم علوم يا جماعة، بقول الكلام ده للناس اللي لسه هتمتحن. طيب الحالة التانية، عند اكسيد النحاس اللي احنا عارفينه وزهقنا منه زائد غاز الهيدروجين، ده عمليه اكسده واختزال. ممكن اقول لك مغنيسيوم، اقول لك مغنيسيوم ونكتب معادله تانية. يبقى اكسيد النحاس زائد هيدروجين، النحاس اترسب وكون ايه؟ ميه. دي اكسده واختزال ودي ايه؟ احلال بسيط. معادلتين جمال وحصلنا منها على مين؟ على النحاس. صوب ما تحته خط. تفاعلات المركبات الأيونية السريعة لأنها تتفكك كليا عند ذوبانها في الماء إلى جزيئات، لا إلى أيونات. تمام، تتغير قيمة مقاومة الموصل تبعا لتغير فرق الجهد بين طرفيه. تتغير قيمة مقاومة الموصل تبعا لتغير، تغير إيه؟ طبعا تتغير قيمة مقاومة الموصل تبعا لتغير شدة التيار. طيب دليلك يا مستر، ما أهمية الرئيسات المنزلق؟ التحكم في شدة التيار بتغيير مقاومته. غيرنا المقاومة تحكمنا في شدة التيار، في علاقة في قانون أوم. وحيث أن شدة التيار تتناسب طرديا مع فرق الجهد، إذن أيضا فرق الجهد إيه؟ نفسه بيتأثر بتغير شدة إيه؟ التيار. يتفكك غاز خامس أكسيد النيتروجين إلى غاز ثاني أكسيد النيتروجين والأكسجين. غاز مين؟ الأكسجين. وحدة قياس المقاومة، المقاومة دي اللي هشطب عليها طبعا، فولت مضروب في أمبير على الثانية. في عندنا وحدة قياس طبعا، هنا الإجابة هتبقى الشغل، وأوضحها لكم إزاي. السؤال ده حلو، في تكة جميلة. وحدة قياس الشغل، إشمعنى جبت الشغل يا مستر؟ احنا عندنا اساسا الجيم، الجيم او الجيم يعني فولت، خلاص بيساوي ايه؟ شغل على كمية كهربية. طب شدة التيار بيساوي كمية الكهربية على الزمن. طيب ما تضرب طرفين في وسطين كده، شيل الكمية اللي هنا وشيل الكمية اللي هنا، وحط مكانها ت في زين. يبقى لو ضربت جيم في ت في زين هتديني واحدة قياس ايه؟ الشغل. سؤال حلو. إيه نكمل؟ اكمل العبارات الاتية. يستخدم
استخدم جهاز نقط لقياس المقاومة الكهربية، طبعا قياس الأوميتر. الأوميتر قام مندل بتغطية أسدية السوداء نبات البازلاء حتى لا يحدث تلقيح خلطي، اللي هي مياسم الجزء الخاص بالإناث، مياسم نبات البازلاء. شدة التيار، لأنني لما أغطي الميسم، طبعا الزهرة أنتوا ما خدتهاش، لما أغطي الميسم ما عادش هيبقى فيه تلقيح خلطي. بيقول لي رقم 3، شدة التيار الكهربي المار في جهاز كهربي مقاومته 5 أوم عندما يكون فرق الجهد بين طرفي 200 فولت هو كم أمبير؟ طيب دي أنا أجيبها منين؟ في مقاومة فرق جهد وشدة التيار، يبقى مين بيساوي ج على ت؟ هو عاوز بالأمبير، يبقى ت هشيلها مكان، احط مين مكان اهي، يبقى انا عندي جيم كام؟ اعطيني جيم كام؟ 200 فولت على المقاومة 5، يبقى فيها 40 امبير. المسائل تتحل بسرعة كده ونثبت نفسنا في القانون صح. تتحكم الجينات في الصفات الوراثية للكائن الحي بانتاج بروتين. طبعا ديت لها قصة. يبقى الوقت هنا، تتحكم الجينات في الصفات الوراثية للكائن الحي بإنتاج، طبعا بيعطي إنزيم الأول، الإنزيم بيعطي تفاعل كيميائي، التفاعل الكيميائي بينتج بروتين. إذا كلمة إنتاج آخر حاجة فيها إيه؟ البروتين اللي بيظهر الصفة الإيه؟ الوراثية. استخدم طالب 3 جرام من ثاني أكسيد المنجنيز أثناء تفكك فوق أكسيد الهيدروجين، وضح سبب استخدام الطالب لثاني اكسيد المنغنيز وما كتله ثاني اكسيد المنغنيز في نهايه التفاعل. كتلته هي 3 جرام زي ما هي في نهايه التفاعل. ثاني اكسيد المنغنيز عامل حفاز يزيد من سرعه التفاعل دون تغير لا في حجم ولا شكل ولا لون. ده كان آخر حاجة النهاردة في امتحان الشرقية، محافظة الشرقية. طبعا امتحان حلو وفي تكات جميلة. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في الامتحانات اللي بعد كده، وده طبعا امتحان مغذي بالنسبة للناس اللي ما امتحنوش، مش صعب ولكن فيه استفادة وحاجات جميلة. وطبعا رقم الواتس أنا بكتبه الوقت في كل محافظة وفي كل امتحان. عاوزين نعمل مشاركات لزمايلنا، عايزينكم تساعدوا بعض والجميع يستفيد زي ما قلت قبل كده. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.